الرب، الرب تأتي من التربية، من التربية، ومنها قول الله تبارك وربائبكم اللاتي في حجوركم اللاتي تربونهن، ومنه عندنا هنا نقول وزارة التربية التي تربي الناس. ورب الشيء أصلحه، يرب الدلة، يرب يربها أي ينظفها ويرتبها وما شابه ذلك من الأمور. فالرب تأتي بمعنى المصلح الذي يصلح الشيء، وتأتي الرب بمعنى المالك، رب أنا رب البيت، كما قال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، أي أنا صاحب الإبل. وتأتي الرب بمعنى المتصرف المالك لكل شيء، وهو الله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك يجوز أن تقول أنا رب البيت، أنا رب الإبل، أنا رب الساعة، أنا رب الكتاب، أنا رب الحذاء، أنا أي صاحب هذا الشيء. لكن لا يجوز أبدا أن تقول أنا الرب. الرب اسم خاص بالله تبارك وتعالى بألف لام، لا يجوز أن يتسمى أحد بالرب. وإن كان المشركون سموا أصنامهم بهذه الأسماء فقالوا الرب، وذاك كما قال الله سبحانه وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا، وجل أصنامهم كانت من الإناث. الرب نائلة والعزة ومناة واللات، كلها أسماء الآلهة التي اللات من الله، أنثى الإله، والعزة أنثى العزيز، ومناة أنثى المنان. وهكذا كانوا يسمون أصنامهم بأسماء الله تبارك وتعالى، ولكنها إناث.